هلا اميغوس، انا رفيقتكم ميرا، واليوم رجعت لكم فيديو جديد. سو فيديو اليوم رح يكون فلوج، بس اول شيء حبيت اخبركم انه فكره هالفلوج هاد اجت من تعليق اجاني من بنت، انها عم بتقلي انه حياتك كتير واو، حياتك كتير بيرفكت، حياتك كتير مثاليه. حبيت فرجيكم عن طريق هالفيديو انه حياتي ابدا منا مثاليه، وانا بنت كتير عاديه زيكم، ما بختلف تقريبا عنكم في ولا شيء. وكمان بنفس الوقت حبيت انه انا اوثق يوم معكم مشان هيك يظل ذكرى بيننا. سو اذا كنتوا اول مره بتشوفوني، لا تنسوا انكم تشتركوا في القناه بضغط على زر السبسكرايب الاحمر اسفل هذا الفيديو، حطوا لهذا الفيديو بيج لايك، خلينا هنفجر هذا الفيديو لايكات، بدي هالفيديو يوصل ل 5000 لايك. يلا خليني اشوف همه الفروجيتوس، ولا تنسوا انكم تشاركوا هالفيديو هذا مع رفقاتكم وتابعوني على انستغرام، اللينك تحت في الديسكربشن بوكس. سو زي ما شايفين اول شيء بلشت فيه انه عم نظف الشقه، فبخليكم تشوفوا شو سويت. والشيء الاهم اكثر انه بدي اياكم بعد ما تخلصوا هالفيديو هاد، سواء انكم تروحوا تذاكروا، سواء انكم تروحوا تنظفوا غرفتكم، اي شيء حسسكم بالانجاز. ان شاء الله يا رب بعد هالفيديو هاد تطلعوا بطاقه كتير ايجابيه. صباح الخير يا عمري، شايفين هالصباح قديش حلو؟ ما شاء الله. صباح الخير يا عمري، بعتذر على هالوش هاد، روح هلا اتحمم، بس حبيت صبح عليكم لانه كنت كتير مشغولة عم نظف الشقة. عن جد لما تكون من العالم المبكرة من المبكرين تستمتع بالصباح بشكل مش طبيعي، سواء كان من نسمة الصباح كتير بتجنن الباردة او مشهد الصباح في حد ذاته. مرحبا، او ماي جاد، شايفين تمازج الالوان؟ سبحان الله. عم شوف انا هلا لوحه فنيه، على فكره الكاميرا عم تظلم كتير المنظر. بالك لو كان في بالك انا كنت شغل. حضرت قهوتي ونظمنا الحمد لله الشقة، وزي ما شفتوا اليوم عندي جدول اعمال بحكي كأني بزنس مان، بس اليوم عندي كتير اشياء لازم اسويها. لا تنسوا انكم كل صباح تسووا روتينكم العناية بالبشرة، لا تنسوا انكم ترطبوها، لانه يعني الطقس عمال كل شوي عم يصير حر عم يصير برد، طقس البشره بتصير جافه. سو anyway انا هون عندي ماسك الطين، بخلص احط الماسك هذا واروح اسوي شاور. اوكي سو بالماسك هذا، بما انه ما في شيء اسوي هلا في الحياه، فجالسه هون عم بقرا في هالكتاب هذا. سو قراءه ممتعه علي هاللحظة، هي اللي بقعد فيها مع حالي وعم بقرأ كتاب، هي من بين أسعد اللحظات اللي بعيشها مع حالي. وانصحكم انتو كمان بنات أو شباب، ما بعرف إذا شباب بيتبعوني أو لا، بس انتو شباب لازم تسووا هالشي، تسووا روتين معين بسيط بيخليكم تقدموا في حياتكم أو بيعطيكم حتى شوية من السعادة. حبيبي انا هلا في المحل في نيويوركر، انا كتير بشتري من نيويوركر لانه من لما زاد لايك وزني بحس انه بس نيويوركر تستعرف بينا او برشكا. سو anyway راح فرجيكم هلا القطع اللي انا واخدتهم، عم حاول الاقي شيء للجامعه بنفس الوقت مش لاقيه، وكلهم يعني بتحسهم صيفيين، ما فيش لايك شيء هيك خريفي، كلهم صيفيين. فيها تنوره هي رياضيه معها هيك شيء فوقها، راح اتحدى حالي هيك
اطلع من الكومفورت زون والبس ابيض لاني انا ما كثير بحب الابيض، وكمال هالكوليكشن كامله من الالوان. اغلب ثيابي كلهم تنانير لانه مش عم لاقي شيء حلو وبيكون جينز وهيك، فلا خلي حدا من رفقتي يصورني عشان تكون واضحه. يلا انا حبيت هاي اكثر، برجيكم عشان تحكموا قولوا لي شو رايكم، هاي او هاي. ممكن اشتري لكم الاثنين، انا هبله يعني بعرف حالي. انا حبيت لانه انا الشيء الضيق بكون افضل علي من الشيء الواسع. سو بشوفكم بعد شوي في الفيديوز. باي. وهي اللي بعدها كثير بتجنن هاي الشميس. ليش ما فيش فوكس؟ الله يا صح فاشيني ستوب سيو. يلا حنشوف شيء ثاني ماشي. يلا اشتريها عشان تشجعني انه انا انحف، واقول لكم كميه الاشياء اللي اشتريتها عشان تشجعني انه انا انحف. اللباس اللي بعده هي هاي معها هذا اللون كثير جامد اهتمامات. انا كثير حبيته. انا المفروض اجي فاشينيستا فروجيتا صح؟ بصح على الدراسه ليش؟ بالضبط ثقه في النفس العمياء. سو حبايب لقيت هاي المتوقع انا اصلا فوت فيه لانه التاي تبعها يعني اس، فحبيته اكتر بصراحة. هاد كتير 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 حبيته. هاي حبايب اللي في الاسود، اسود بيطاء دايما اسود بيطاء هو الكبير فيه كتير افضل يعني، فبحس انه الابيض حيكون لايق عليها افضل. لا انا شايف الاسود اكتر. في حيرة من عمري ساعدونا يا جماعة الخير. الابيض الاسود اصلا الاسود الاول انا عم اشوف انه اسود دايما بيجي مزبوط معي، فلهيك انا بدي اطلع من الاسود. عندي كثير اشياء سوداء في حياتي بدي كفي سواد. شو حبايب هذا اللي شو لونه؟ فانيلا تيشيرت. فجبت في الاورنج، انا ما عنديش ولا لون في الاورنج بس غلطت وجبت في الايس، فكلمت البنت انها تجيب لي فيه في الان. هو كثير حلو اللون عليه بس لازم في الان لانه كثير ضيق. شايفين من هون؟ انا بسم الله ما شاء الله عندي كثير من هون. سو بنات هذا اللي بعده بيوتي شيرت مع يعني راح اسوي فوق هاي لانه من هون كثير معري يعني من الظهر كثير متعري. المشكله الوحيده اللي هون انه هاد عم ينزل لتحت، ف يعني كل شوي لازم اطلع فوق. مش سو شوفوا هو هيك، فهي تنزل فاهمين شلون؟ مش حلوه يعني. ارسلتها لوحده من البنات تشوف لي على اكس اكس اس انه هاد ام، فعلى الاقل لما يكون اديا ما بينزلش. بدور على كاب دوبا بام بام. اخ يا الله كتير تعبت. احنا حاليا هلا في السوبر ماركت يا جماعه، في ايمان متعود انه هيك يطلع يعني وشوبينج زي هيك، بيقول لي انا مستحيل اروح هيك مع بنت واسوي شوبينج مره ثانيه. ليك ضلينا يا جماعه قرابه 5 ساعات ولسه ما خلصت، وبعد ما نخلص انا لازم اروح اركض اروح للجيم. هيا ما بعرف ليش عم بخبركم كل هيك بس يلا نروح. مرحبا انا غيرت ثيابي كلي في الاسود ورايحه هلا للجيم، راح اجهز هلا الشنطه تبع الجيم تبعي بروح. ما ترى بس رفيقي انه بيجي للحي اللي انا بسكن فيه عشان نروح سوا. الاوراق هون بلشت تصفر، احنا هلا تقريبا يعني قربنا من نص سبتمبر، فيا خريف قرب يجي. بس على فكره الطقس ستيل يعني بيجنن، طقس لسه حلو، لسه يعني تحسوا ربيع شوي هيك. بتعرفوا كثير جوعانه وما اكلت تقريبا ولا شيء، فماني عارفه انا كيف راح اتمرن. هي مشكلتي انا انه اكلي مو منظم. كلب 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 كلب. عندي فوبيا كبيرة جدا من الكلاب، يعني لما بشوف كلب بجمد شديد هيك. جايز تقريبا سويت على التابي فولون. شو بيقولوا للتابي فولون؟ هاي اللي كنت فيها الركض، قالت الركض صح؟ اوكي شايفين خدودي كيف صايره هون؟ انا صار لي زمان على الجيم فلهيك ما عم تعب حالي، عم بلش حاليا بساعه لما بين اتعود
يعني تقريبا على مدى اسبوعين راح اضل اسوي ساعه بس عشان بس انه جسمي يتعود لانه مر بخمول كثير طويل على مدى شيء سنه وكم شهر ما بعرف بس سنه وشوي. سو حاليا عم اشتغل على هدول الالات اذا شايفينهم. هاي الاله كثير بتشيل دهون البطن، يعني هي زي السايكل، كثير كثير منيحه للبطن وانا الحمد لله طلعت لي هيك قرش صغنونه. ما تاخذوني في روجيتس اذا كل شوي عم بتحول لجعفر. في تعطش هلا صار فيني احكي. لا خليني اتنفس اكثر شوي. خلصنا من هاي، عن جد عم حس بالالم في بطني. الحين حنشتغل على هدول الالات. سو هالاكسرسايز هاد بيشغل عضله الفخذ، فاكيد عم نشتغل على شويه شحوم هناك. خلصت ومجد كريم، تعرف هالشريول؟ بتعرفوا هداك السوبر ماركت؟ ايش بيجيب لي واحد وروح بيه للبيت. انا مش عم بمزح، بدي هالشريول. طيب خليك بكره نبدا نجيلك، خليك بكره نبدا نجيلك يلا. سو هاد هو المكان اللي عم بتمرن فيه، يعني عمارة هيك مبنى كله كامل. انا هلا عم بسوي مكرونة، صوص المكرونة تقريبا صار جاهز، يعني كمية محدودة. شايفين كمان هون الكركبة على الطاولة، راح جهز هلا طاجين هذيك البطاطس، هذاك الدجاج قليته، الجبنة، بقدونس، هاد كله بستحقه للطاجين. اذا بدكم اسوي لكم وصفات، يعني بشارككم في الفلوجات تبعي وصفات تونسيه، يعني لاكلات تونسيه، اكتبوا لي تحت التعليقات. سو حبايب هاد هو طاجين، هلا رح احطه في الفرن. يا خلص تقريبا جاهز. يلا بسم الله بسم الله. النهائيه ريحته بتجنن وكتير كتير بتشهي. على فكره هالشي مو لي، هاد لرفقاتي، عندي رفقات المصريين يموتوا على الطاجين، وصار لهم فتره بيقولوا لي سويه.